ستي العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت ضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي لفتنا قام جوك جوني؟ ها؟ مين اللي جوني؟ الميليشيات. ها؟ الميليشيات كايتي 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 الميليشيات سايبوا المظاهرات والاعتصامات والاجتماعات وجوني نام شاوتي لواشي هادي شا صلاليت شا عصي اش سكاكين اش سواتير اش مقرم بالستاش بالرش والله يبي بيش الشعرة وبلقرق وهلك هنا بين النواظر هاو الفيل هاو الفيل عصباحك يا ربي سيدي بن سيدي لكم التفاصيل نا هكا واقف وانت واقف بعدك وانت وين واقف انا عندي واقف واني واقف بعدك حاصل زوز واقفين
وجيش زنس ميليش تذكر هكا ومدني بستلي برش ودارولك لنا هكا عندك انت لكنت انا من مزور هكا وخفيف ومش قولك هكا ونعملتك كوش عمل؟ عملتك فقت من النوم حال والله راك الله أكبر هما كنت عندك الزهر برا برا يرقد مش يرقد الفهم ها يرقد عليك حياة إن شاء الله بالله مش ترى جيب ربي الصباح وجيتها ما نرقدوش والله ماني فاهم كان واحد عمل هكا يعمل هكا كان عمل هكا يعمل هكا كان فايق يجي الحاكم كان يرقد يجي الميليشيا لما كنت نال فاهم ما ندراك مش نرقدو لما هنا مغمضه وهنا مسكره هكا هنا هكا وهنا باي 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 وكيل ضربت روحي بكعبه لا تقل لا تكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب لا مال عليك شد فيك هزي الفيه فوت تقعد تقعد نعم نعم تقبل كراسك شدني خي واش قدي نصبر في الزيتون أنا رقت في مضرب خميس أختي وش ما رقدك في مضرب خميس أختك فريش عشياء أخي ماك البر غادي ينقش بالميليشيات هنا خايف قلت نجي نرقد بعدك نتونس بيك وانت معي اسمعني شرع الأزول ننصحك نصيحة لله شرع مدين أرقد أحسبني أنا مش موجود أصل صباح الخير صيب شعر أمي 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 بسم الله بسم الله بسم الله يا حياتي يا حياتي منجي ولدي صارت له حاجة كينا منجي يا ميمتي ولدك ريقد لبس عليه ولدي يانا يا أمي يقلي بالسخانة قومي عايشك شوف لي شبي يا بني تفجعتني الله يهديك الله يهديك قد ما قريتك ووريتك وبقي النفع الله شنو تغرق في كاس ماء كلمت شي طبيب كلمت وطلع ميخو كونجي والكاتبة قالت لي باش تبعث شكون يعاود اي ما تخافش الصغار الكل جيهم السخانه جي هو المنجي كي كان صغير كل يوم تطلع له السخانه 42 وكا راجل وسيد الرجال تبارك الله لا تبارك الله اكثر من هكا ما عادش اش قالت لي يا حياته ما قلت شي يا امي قلت اش خاص كان يطلع يشبه لسي المنجي خويا واش خاص صعدك يا بنيتي المنجي الزين والعين والرزانه والفهمه لطف على ولدي كان ما يطلع يشبه لخالو يزيد يزيد لا لحظة لا يزيد تنهي بك موضوعني يمتي لاني من أحمش اتبخ بيخ ورونك فيش اتبخ بخ تعرف طيب يا طيب ورحمة وين أخذيني رأي البخ بخير ورونك فيش اتبخ بخير يزيد يا لك يا رب حلني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب فايدة في الهناء حتى انا قلت لا يام الفايدة في الهناء وين ماشي لا رحمة الرحيم ماشي قطع الرقبة الفايدة وانا عندي نمشي يعني ماشي البيت الراحة حتى انا نحط في رمز قلك الله يهكك الفايدة باهي سيدي يضرب ما تبطعش الحمد لله عليك يا سيدي اخ شاي هفيه خفيت شتوى هو دراية طويلة برشة تعليلة كاملة مع كبس السفر هنا على نعمة عطرة نعمة فيه تحت المطر نعمة تروي كترة 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 نعمة نعمة
الفهم وتليفونك ينقص الو الو صباح الخير اخي لاباس خي لا لا جبلة جبلة مش الفهم وين داخل هاي لحظه خير لحظه الفهم الفهم بيك في التليفون سلم عليه أخيليا أخيليا يسلم عليك قد ما نزلت نبتا شوي باهي باهي باش كنت أخي باش كنت مثلوم لاباس ها أيوة ليش مبكر خير إيه تجمع في اللوز أي باهي أي باهي الفهم خلاص الفهم لا لا مش معاك خيلي مش معاك مش معاك مش معاك يروح بايك يا خيلي عادي يا خويس نكلمها هي ها خيلي مش مطلعها الفوق فوق الشرب وليش تخلوها وتعرفوها المرأة ثقيلة؟ هي شد تصحيح باهي يا خالي باهي جا عربي كتاب بالسجرة كلها تكلمني هاي في لمان في لمان في لمان يا ربي حني يا ربي حني اخت قردة انا الفهم الفهم اخرج نهرتي يا زغراطة منجي يا منجي يا منجي تيجي وادي حجيلة حجيلة منجي وقف في قطرة بسم الله الرحمن الرحيم سعيدة فطيمة مش فما هيا قوم قوم البس حوايجك ويزي منه طبيب جي يا حبيبي يا شبيك انتي لابسة انا لابسة عليا ولد اختك عنده السخانة يما يما صاريك علاش بالساعة نسمع فيه يبكي انا هيا باش نقوم يا فطيمة هو باش نعمل جومبي كارتي وزايرتي نجيب بسا بعد ايش هنجي يا يما ياكل 5000 على عطيتها لي مصروف الجمعة اللي فاتت راهو فيه تاني نقلب مصروف؟ قل لي منجي قداش باش تقعد هكا ولدي؟ نهار كامل لما ريقد ولا مد سويقاتك تاكل وتشرب وتضرب في المصروف الخريش هكا لو كان تزيد عليه نهارين لما يقدم بك نازلك بالله بالله اش تحبني نعمل انا؟ انا مشيت للمكتب التشغيل وقيت تسمع عطيتهم النيمو البورتابل بتاعي وقالوا لي كيف نلقاو لك خدمة سمحت ونكلموك مين يا منجي؟ مين نندم خدية منك ومن فعايلك قطرت لي الثوم الاصفر في عينيا قل لي قداش تقعد نفهم فيك ها نصب لك شي بالقمع رزق اختك مفي لاهي به محامي براني وانت تحكي لي على مكتب تشغيله واش قلت لي باش تحل مشروع في بيرو المرحومه بالله باش باش نحلو انا هاكا حاضر مدهون مريقل ما نقص لي قرص الماء يا اخي مش قلت لي باش تحكي مع حيوتا ها حكيت معاها وتو مفكرها يا يمي برحمة بوك العزيز الغالي اسمت العفاية ما تجيوزي ومساكن مالي ميتة زوزة ما كان حتى شيء باهي باهي يا سيدي لا يقطع كيف طيما ولا تعرفش كيفاش هاتيت 5000 تناخذ له بها زيوان وليتي هاي اوه 5000 عليها مربي نعامة في الدار تو نعطيك 500 يزي الفهم ما خرجتش الفهم يا عمال فرهيدة اش بك يا بابي شبك حاجة لا لا ما بيها شيء يا فهم حتى بتراح الواحد مش لاقي فيه راحته من نسب سيد جيل الكلبة هي البيع حيتي خميس الله يفعل بانك أصل أضرب الحامل سوق ديمكس سوق ديمكس أضرب الحامل دوب على تراكس دوب أبا بوشي يدي أرحم والديك نقصن من مكة الفول بسم الله عليك يا بابا حيوتة
تحتش سخانه شويه خير شويه الله يقدر الخير. قام شي منجي طبيب عد وجه يلبس في حويجه. ما تخافش يا حياتي وراس بنتي ما تخاف تو يجي الطبيب ويعطيه الدواء ويطلع في السنينات. يا قولي اش قولك في حديثنا البارح؟ توا وقت امي شبك حمقت بسم الله لانش قتلك نفكر فيك وبرا ما نسيتش انا القهوة هيك قدامه يخدم وقت اللي يحب هو غير يقد روحه برك. لا لا تهنى يا حيوتة والله تهنى ونجي ولدي وانا نعرفه وقت يجد جد يتقلب ضربة واحدة يولي يصيد على حاله. سعيدة حيوتة سعيدة هذا تقولي البس حواجو يا حيوتة حيوتة براس الغول شنو رايك في الرمانة شمسوم على حالك ابعد عليا الطفل مريض سيد شي من حسك يا منجي ولد اختك مريض الله يبارك برا البس حوايجك باش تمشي تشري له الدواء من بعد دي شوفوا دي حقه يا حيوتة حيوتة بالله شري لي بودير نحب نكاور مع ولاد الحومه نوريهم فهمتوا على الفورمه منجي نعم تلف من قدامي انت والفورمه نتاعك بي الله يبارك ايوا وين كنت انا جي جي تروى بالله امي في حبيلتك بمنجي خويا على شكون طحنت قال لك هذا من عند النحله بنت النحول مش تورمت كان على السيد نحل الفين كوميرس وهذا دينار من عند النحاس ود النحاس قال مش تورمت كان على بابوشه شهيرة جبلة وفي الاصل على زون تربك الراس تربك على راس واحد كان فيه بركته ليله هادي زايد المحروم محروم حتى تعلق المشموم هادو ما فلوس حنينات مش حسحاس فيه؟ ها منين جوك الفلوس هادوك؟ واش منين جون؟ عملتهم بالشقلوبي ولعبت عليهم السقف هادو ما يا سيدي رزق حلالي تعب شقاية فلوسي فلوسك؟ من وقتاش يا خويا عندك فلوس انت؟ واش يا خويا؟ تشويت بالهريسة شوي دبش تبقع بالزيت ريحتي زفرة بالعظام جاك شوي تقول شلون هذوك هما الفلوس مخبيتهم خميس اختك هاي الحمد لله كل عندك مخ هذوما سيدي كنت مدرقة مع دي خميس كلمتها البارح قلت له خي تبعثي لك الأمانة قالت لي في وسط البترينة في وسط الخلصيتة والخلصيتة في بكو الملح وبكو الملح في السرة والسرة في وسط الخزانة والخزانة في وسط الدار يا ببيشش لغيم الفار لغيم الفار؟ بعد لك يا ودي بسيفي نعمل كيفي انا ورا مغلل جبت من كل فلوس الفه اجي الفلوس اجي ودي الفلوس خبيه اجي اللي تفسدها اختك ماشي متوصي ربي بك عليها ست اسمع جبله كان نهار لميت هكا فليسات استحفظ عليهم لما كنت هنا عندي مشروع كنت تسمع بيه الدوخ مشروع وانت ويزا كويزا مشروع شو عاد كل لبسه وكل هاي وكل شعر الفه وين القهوة؟ القهوة؟ اطلع من هنا طير لك باب خش فيه مش فيه في القهوة رجيه تلبس نتكلم فيه زوم زوم كي البقرة رجيه اسي تفضل مش كم حد سلاتك اليوم وش ثامي وخي كونجي ولا معيد وحدك الزوز غلطين انا اليوم قررت باش نتكماسة فاش تتكماسة خي تتحفر على الجاز في المجازة السيدي ماشي نصدم في حيط ان شاء الله انت عليه اسمع يا الحلزون نقولها لك انت حدك حد كعبه جاوي نفه بخور حار لوبان بلاستيك العب نتاع الشلوه شلي لقات نتاع فريب لكن امور المشاريع هذه صعيبه عليك سلم الله يا مك ايه هذا كرمي يا الفهم انا الحسود فاعود أنا مش طول عمري جامدة المرة دي جرالي تفضل سمح لي يا ابني دي سمح لي تفضل من هذا البيت هيك يا ديك ما بعديك
الله وحد الله وحد سمحة سمحة منك عيبة دقل هيفي وسط تشرب زيت ترش مش اليوم الوطني العثرات صباح الخير والخمير يا سلمنظر نارك زين يا سلفير كسبتك اليوم سيري على الجيري خان الحسود في عود لما كنت سلمنظر عندي تكمبيسة في مخي كانت تمشي المشروع أنا ما نمشي معاك كيران قصلة تكيه ونقول له اذب ماش تجي وشكون علينا وبش تخصله تسكر أنت ما تخليش بابوش عاد بابوش نقص علي تكيه الفقر يا ولدي تضرب قرشة من الفطيرة لا لا يعيشك بارك الله فيك ايه والرستورون تاعك ناوي تسلم فيه أنت تبيع مقطع زادونا في الزيت زادونا في الخبز زادونا في العظم زادونا في الهريسة زادونا في التابل هم زادوا من أنا زدت فيه وماري سلكتنا والحاكم عالجلس منذ الحاكم راهو مخطر قلت لك انت جي منه اجيك منه جيب لي واحد جي الله يبارك وكل عادة لحساب بابوشة هذا هلا وش بابوشة شد عليه يدوس قدك هو يعمل هكا ونن ترشق عليه نصبير صب الخميسة اختي تجيبها يسف التراب ايه بالله على ذكر خميسة يا اخي جيت من البلاد ولا مازال كلام تاع البارح نلقاها هي ويما الشيخة وتشرب في الحليب نتاع الناجة وتاكل في الطابونة وتلعب بيه وصعبتها سعيدة الأوجة في لعبة لوميرا والله مسكين ببوشة والله مسكين سكت والله كان جيت كيف أنا نستبنى الطفل هكا صغير حاضر يتكلف أرخص من لبيت تهنى حاجة ما تخافش شوية سخنة وبر ما تعرف سني لا يقطعك تفضل قعد في الصالة ما بين عملت لك قهوة هنا وتتقيد تقيد له الدواء لا عايشك حاجة ما عادش وقت علي عندي برشا خدمة ويلزمني نمشي اوه يجي منه والله ما صار قد صغادي يعني جيدتك عليك الليلة رجعتك نقدم لك روحي المنجي ولد فطيمة أخو حيات أخو الحسونة دروزنا مرحبا سي المنجي وبيك أكفر يا دكتورة يا دكتورة دكتورة بالله نحب نسألك هيك حسونة ولد أختي لاباس ولا لاباس شوية سخنة وبرا سخنة تعرف حدين عندي سخنة دكتورة نجم نعرف اسمك تفضل اسمي ميسة انت ميسة وأنا مأيس نعم قلت حاجة لا لا قلت لك يرحم ولدك يا دكتوره انت صرفت صرفت تعرف عندي وجع هولي ضربت لي بين كتفي بعد شد قلبي يعزق 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 نجم تقلب عليا سي المونجي انا بيدياتر طبيبه نتاع صغار مش نتاع كبار عجبي ما يسالش يا دكتوره بلي نحب نسالك صبيه ولا معرسه وعلي لا لا هذا شيء ثقافه عامه ثقافة عامة مخطوبة وخطيبك طبيب كيفك انت ثقافة عامة مهندس اونترينور نتاع جودو يا حبيبي يا اونترينور نتاع جودو مي تلقاو كباري كيفي انا هكا ولا لا منجي طيب يا حبيبي تفضل بنتي تفضل يعيشك منجي نعم يا شو تعمل هون حتى جاي نفطي ما جيتش برا جيتش برا اقدس فيدي اقدس يسر بينا يعطيك الصحة ما كملت هيشة عايشك حاجة بارك الله فيك أما عندي برشا خدمة يلزمني نمشي هاي تفضل كتبت له حاجة خفيفة هذاك اللي يستحق لا يقطعك يعيشك هاي في لامين سي المنجي نعم فيما يخص الوجيعة اللي قلت لي عليها طول حاجة تمزدك بشوية سانتول تو تقوم لاباس ها تو نمزدو يا حبيبي هي كيف طيب انتمسد بالشيح مش بالسنتول يا وليكس يا وليكس يا وليكس يا ابو قلب هز الليكس القطعة دي نار هز الليكس صباح الخير صباح الخير
يا وليكس يا وليكس يا زليكس. فول دوكوميرس خلاص. كايتي 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 الرجل تقول عنده الاستوران خمس فراشيات. أسعد الله صباحك صديقي وحبيبي ببوشة بين قوسين. هارك طيب يا سي حامد. شبيك لباس؟ فيما العجب؟ العجب فعجب ربي يا سي حامد. ما جيك العجب نهار تلقاني نتهز الفوق في زقاق ونتسلب. ما تقوليش ذلك الأبله نسيبك كالعادة؟ كالعادة والله لا تخلف لنا عادة. بالذي لا إله إلا هو سي حامد المراسي شاب قبل وقته. تفرج يا سيدي. ها وقال لك الاسطرة مسكر ويحب يبيع الفول دوكوميرس. الصبر مفتاح الفرج. ربي إن شاء الله يقدر الخير. ألو هاي والله نستاهل وناش مكلفني كنت لبس علي الشيخ هكاك في بحيرة الله أكبر ندني مدرو في كرومتي ندني خورتة في كرومتي. واش منك أخي عبرك شفت راجل صرف قروحه بالكف؟ لا لا تهنى قدرة ربي كمالة العام اللي يقوه قاعد وحده في مدير مش يكلم في روحه يزو يعدوا عليه. يا ولدي وينك؟ يا رغيب الكل انت مسانسين على القليلة نشوفوك مريرة في الشهر كتجي تهز الكريم. مشاغل الدنيا وكورس الزوايل أدخلني في حقد. ربي عينك ربي عينك. أي تفضل تفضل ارتاح خيو حليب كالعادة ما وهو كذلك أصلح الله حالك وزاد في مالك بين قوسين. واش هابط من فيلم الرسالة زيد الشوحي جبدنا السيف طمتك. واش المنظر هاي قيم بكر استنى في السوق بريس والفطيرة هي كملت فاش مش ننقع ناتو حسر الله يماتك يا درسوفة ولا دقايقة يا سلفيه دقايقة تسخن الماكينة تو نجيب لك قهوة. يا أخي أنت مش قلت بطلتها السيكوبريسة؟ ما قلتش بطلتها قلت ناوي نبطلها عجلة تبطيل مرة واحدة مش باهي مخطر تعرف السي المنظر عندي صاحبي اسمه العيفة كان مدير بتاع مصر هو بطل التاي منه هو مات منه. شنو مات من تبطيل التاي؟ هلا واش نهارتها بطل التاي مش لبش تاخذ لك كعبة يغرق وقيلة فاسدة ومشى طلع من البريد يحسب في فليزاته ورسم كوخر شجر كياس يصدم عليه كاميون بطنش عجلة قل له زدب جاك الرحمن بيت للطين في الانعاش بعد رادز ربي امان. الله اكبر والله يرحمك سلعيف قديش كنت طيب يا سي حامد. بالله لا تقلق دريش تسخني الماكينه ونجيب لك قهوتك. لا تقلق نفسك فانا لست على عجله عايش. هذه ماكينه تسخن هذه مجال عايك مسترس كنت تخلط الدمين هذه ماكينه الكركاس طليان لما كنت القلب سودان. بسم الله من على الستار لا حول ولا قوه الا بالله والله عرفت النهار من صباح شمع لباس. ما هذا الصوت الغريب؟ لباس يا سي حامد لباس. الله غالب دفعت بلا وبرا حسبنا الله ونعم الوكيل قل اعوذ برب الفلق شر ما خلق. وين ماشي يا بابا؟ استنى يا سلفان باش تاخذ قهوتك عاد. لا نمشي نعمل دور ما دام سخنه الماكينه. حول ولا قوه الا بالله. شو هذا؟ باش نقول لك باش نحكي لك يا جيجيف يا انت ورحمه بويا العزيزه وغالي عيبة شمحة 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 دقلة دقلة. شفت يا زوزيف عيبة الدقلة كي تهزها هكا للشمسة ما بتشوف العزمة متاعها هي هكا يا تابا زيام اسمحها يا ولدي شباش نقول لك انا بديت هكا نركح فيها ونذو فيها بالكلام وطلع شكون يصب الزيتة منجي نعم يا شمت برا جيب الدويل ولد اختك وكي ترجع تو نتفاهموا يا حبيبي يا اختي ما فيش باش نتفهموا ورحمة بويا العزيز الغالي انا ما قلت لها حتى شيء هي اللي تثبت فيها بالحديث يا دابا اش تتحدث ماني قلت لك تو نتفهموا يا صاحبي انا باش نمشي تو للسبيسيريا اقدس هوني تو بعد تشكي نرجع نكمل لك الحكايه كيفاش عندك الحق عندك الحق
ايه انتي روك ما شفتيش، كي شفتها ما يشاء رطو تضرب في راسك على القفص. زعما باهي طول واسع نوازع لما كنت شرهان مشي مشرها برشا مشي مشكل طول دانيلا زوز كويت روات هنا انبوبة مات شمع هادي ونهنا ندني الفراش وتولي مورا ليكس لكس حتى السخان مش لازم لما كنت في الصيف لازمني مرح مش لازم نشري مرح تو نعمل عول مروحة ببيشة تعمل عول مروحة ببيشة عارلي راسي الفهم انت وقتك اش داني يطفل هنا اش جنداني مش نعوم وخاي انا هاني كنت نسمع فيك تتحدث على مروحة وكواتروات وفريش وش ثم لا لا حتى شيء خممت هكا قلت علاش ما نوسوش الدار تمشي ما ربي وسعها قدام ساعة قدامنا لا يخرج يخرج من هنا يخرج أخي مسخن الماء باش نعوم سي سي بسطر يخرج برا هذا ماش عمي يخرج 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 نعم بوها تجير الكلب ذي شعبه شنو يدني طفل كيتي 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 يطلعش يحب يدنيها بيت نوم يعرس فيها ويفرخ لي هنا ما لا تحب تعوم يا سلفيه به عوم الله ايه فهي مستعجل شويه هوب تسبيسالي نجيب الدواء الحسونه واش بيه بخير ان شاء الله بيه والله ايش باش نقول لك مسيكن البارح ليل كامل ويقلب السخونه حق المنش حشتي بك في قضيه بحكم انت عندك الخبره في الليبر وعلي هو ايه فهي يا اخي مش قلت تو مستعجل خلي بعتيش خلي بعتيش مش باهي راهي الحقر الكوميرس للبيع الكوميرس للبيع مش تاكل متفضل مش نعلي بطلت مش تتعوم مش تتبالل من ساعتني تو قلت ما ثماش عمال اليوم قسما لا رب الكبده مشومه برا برا سخي الماء ومع روحك برا تحبش نجي نحك لك ظهرك لا بارك الله فيك حك ظهري على الحيط وانت لا ايه والله نستاهل تستاهل بعدك سمعنا سي الحاج الحمام محلول بارك الله فيك حمام لنا يا سي الفاهم اسكت اسكت يا طيب هاي جيت ها حيب تحت شي سخانة خير شوية شربت ودويها ورقدت ايه الحمد لله شبيكم لا لا شيء اما المنجي قال لي على المحامي نتاعك تو مديده ما رينيهش شحالو كلمني البارح ولبس عليه امي مش هذه الحكايه اجا للصحيح انا نعرفك اي بالك تعرفني هاو الصحيح المنجي خوك ندور ندور ونرجع كي طالب الركيك اغسل له مذله امي علاش نطولوا فيها وهي قصيره غدوة صبح يخدم في القهوة سي المنجي باهي هكا يا حيط الله يقطعك تو تشوف اللي ما يحط في قلبه ويشرفك شرفني علي شنبعثو يلعب مع الكلوب بينا بشي شرفني شرف روحه اغزر له
وراسك انت هذاك اللي ما يتلهى بمستقبله وبخدمته ويعمل عش وقش ان شاء الله. ارتحت وطوى يرتحك من عدوك يا حيوته. اوه وانت شبيك ساكت ما تقول في شيء؟ ماكش فرحانه يا بنتي؟ ونحمد بويا العزيز الغالي باش نطير بالفرحه. اما قلت لهم حويجه بركه ما حكينيش فيها. قداش باش تعطيني شهريه؟ يعطيك بكشة طوقت هو الحسير قبل الجامعه. ختمت انت حتى تتكلم على شهريه؟ يخدم ويرحم الله. بي بي يا فطيمه بي يا عيشك يا حيوته. اسمع ما صبين شعملنا فيه؟ اما صبين يا حبين يا حد سي نسيس يا اخي ماكش بتصب عليها في السيرسيس باش نعمل كرني نتاعك نوم هنا؟ شنو؟ وين ماشيه؟ وانا زاده باش نصب على روحي شويه ماء امي نحس في طاسه مخي باش تطرشق بالسخانه. يا حبين يا حبين ليش قلت لها يا فطيمه؟ اش قلت لها؟ تكشف حالك انت جات تكحلها عميتها. كل كل سيناريو وسكت. فكرة نفسك نحلة، فكرة نفسك رحلة، طب فين العسل؟ ما انت يا بنت طلعت فرزازه بيزن في البصر. فكرة نفسك نحلة، فكرة نفسك رحلة، طب فين العسل؟ انت يا بنت فرزازه. بارك الله فيك. حبيت نشدك هكا القاضي حضرك. يا ولدي ما تخافش فلساتك حاضرة. شد مد يا احمد نتعدى لك نهز القضايا نتاعي ونعطيك فلساتك. هيا بارك الله فيك سامحني توا قاعد نقرا. فكرة نفسك فكرة نفسك طب فين العذرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف يا مخي لباسه؟ ها الزرع ونتك يعرفوا فيك. قلت لك قداش من خطرة وانت ما تخدش الرأي. قلت لك ما عادش تاخذ الشامبون تاع النصابر ومذرح. هاي تخزك بيت حمص؟ حمص وبالهريسة الثانية. بايس الحلزون اي من البكوش في صدر. هذاك هو هي وقعت نبغي فيها وحدي. كي يا مسك اليوم خسارتك يا حنة قابس وحيفر البغال. سكرها خلنا نرقد. ايش هذا مسكر؟ سكرها. كيدي قلت نستخير ولا واش؟ لا اله الا الله. الصوت ولا واش؟ ممكن واش يا دار؟ هذا سيكو سيكو. نسيتي العزيزة.
سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قبلت وضع منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي عملت لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا هلالله